أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صد هجوم مسلح لقوات حكومة الوفاق على تمركزات لواء 73 في محور الأحياء البرية والكزيرمة جنوب طرابلس. وقال منذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن الرد كان قويا من قبل وحدات اللواء، ناتج عنه عدد من القتلى في صفوف أفراد العدو وغنم آليات مصفحة.